السلام عليكم ورحمة الله. نتابع الآن الحديث حول مستويات الدعم النفسي، كيف يقدم، لمحة عن إعداد برامجه. للدعم النفسي أربع مستويات أساسية. بداية، أو المستوى الأول، هو خدمات الأمن والسلامة. من الممكن أن تتخللها أو يكون خلالها الإسعاف النفسي الأولي حتى يجد الأشخاص مكانا آمنا يلجؤون إليه، أو يتجاوزون المرحلة الأولى من الأزمة حتى يصلون إلى مرحلة الأمان. المستوى الثاني هو دعم الأسرة والمجتمع، أو المساندة الاجتماعية. المساندة الاجتماعية تحتاج لنشر الثقافة النفسية، تحتاج لأن يتدرب أفراد المجتمع كيف يدعم بعضهم بعضا، كيف يستمعون إلى بعضهم، كيف يتجنبون الأمور الخاطئة في الدعم النفسي، كيف يتجنبون الأخطاء الشائعة في المساندة الاجتماعية، وكيف تصبح مساندتهم أكثر جدوى وفاعلية. الدعم المركز، وهو ما سنتحدث عنه حينما يصبح لدى الدعم المركز، وهو أن نقوم بإعداد برامج خاصة للدعم النفسي، أن يكون هناك أنشطة محددة يقوم بها أفراد تدربوا على تقديم هذا الدعم النفسي الاجتماعي. بينما الدعم المتخصص، وهو للحالات الأكثر صعوبة التي يعجز عن التعامل معها الميسرين العاديين أو المنشطين، وتحتاج إلى معالجين نفسيين. حينما نضع برامج الدعم النفسي، هناك مبادئ أساسية يجب مراعاتها. أي برنامج دعم نفسي يحتاج إلى بناء علاقة ناجحة، وخاصة علاقة ثقة طبعا ببداية البرنامج، وخاصة مع الكبار أو الأهالي، وتكون مبنية على الثقة والأمان. في البرامج نحتاج أن نصل إلى تقنيات تساعد على مشاركة المشاعر، سواء كانت بين الأطفال أو بين الكبار الذين مروا بتجارب مشابهة. عند وضع البرامج نحتاج إلى أنشطة تفاعلية مختلفة لتخدم الأهداف التي نضعها للبرنامج. نحتاج إلى تدعيم تقدير الذات عند المدعوم من خلال تكليفه بمهام يمكنه إنجازها ومتابعتها. وأخيرا، تلبية الاحتياجات الأساسية التي تضطرب أو تهتز وقت الأزمات. سنضرب الآن أمثلة على تقنيات من الممكن أن تستخدم ببرامج الدعم النفسي، سواء كانت في برامج أو استخدمت بشكل فردي، لكن لتعطي جدوى أكثر فعادة يفضل أن تكون الأنشطة ضمن برنامج متكامل. من أهم الأنشطة التي يجب، أو التقنيات التي يجب مراعاتها، هي تقنيات الاسترخاء وأنشطة إدارة الضغوط. الأشخاص الذين يمرون بالأزمات أيا كانوا، فهم بحاجة إلى التدرب على الاسترخاء. سبق وأن أفردنا محاضرة حول هذا الموضوع، حول الاسترخاء. أما أنشطة إدارة الضغوط، فهناك الكثير من الأنشطة المعدة خصيصا للتعامل مع الضغوط النفسية، ومنها الاسترخاء والتخيل والتفريغ الانفعالي وكثير من الأنشطة. في هذه الصورة نشاهد أطفال من أطفال اللاجئين يحاولون التدرب على تنفس البطن. أيضا الرياضة والأنشطة الحركية والألعاب من الأنشطة التي تساعد كثيرا على التفريغ الانفعالي وتفريغ الطاقات. أيضا الرياضة واللعب والأنشطة الحركية تساعد كثيرا على التفريغ الانفعالي، وخاصة لدى الأطفال. الحقيقة أن اللعب لا يرتبط بالأطفال فقط، بل نجد كثيرا من الكبار أيضا يستمتعون بالأنشطة التي بها ألعاب أو أنشطة حركية، ولذلك كونوا حريصين على أن تكون الأنشطة خلال جلسات الدعم النفسي تعتمد على أن يكون هناك أنشطة تعتمد على الحركة. الأشغال اليدوية والرسم والتلوين والمعجون أو الصلصال، كلها أيضا من الوسائل التي تساعد على التفريغ الانفعالي وتساعد الأفراد على تجاوز صدماتهم. هنا في هذه الرسمة نجد أحد الأطفال رسم ما الذي كان يعاني منه،
وكيف عوضه الله بمدرسة في لبنان. أيضا هذه الأنشطة الفنية تساعد كثيرا على تفريغ الضغوط. عادة يفضل ألا تكون فنون عادية، بل يترك مساحة ألا يحد الطفل خلال ممارسته لهذه الأنشطة، سواء كان طفل أو بالغ. الأصل في هذه الأنشطة أن تترك الحرية للطفل يعبر عما يجول بداخله ويفرغ مشاعره من خلالها. توجد الكثير من التقنيات الأخرى، تقنيات تساعد على عكس المشاعر، تقنيات سيكودراما أو دراما التنشيط، تقنيات المسرح العرائس أو الدمى، تقنيات السرد القصصي. توجد الكثير من التقنيات التي يمكن لغير المختصين أن يتدربوا عليها ليقومون بالدعم النفسي للأطفال أو للكبار. حينما نضع برنامج بشكل تخصصي أكثر، فإننا نحتاج أن نراعي آلية وضع البرامج، نحتاج إلى أن نحلل الاحتياج، أن نعرف الحاجة إلى أي نوعية من البرامج، ما هي الأهداف التي سنضعها لكي نضع بناء عليها البرنامج. بعد ذلك نقوم بتصميم البرنامج بناء على الأهداف التي وضعت، ثم يطبق البرنامج للمرة الأولى ويقومون بتقييم أو نقوم بتقييم الأداء، وبناء عليه إما يطور البرنامج أو يعتمد. لنشاهد معا الآن مثال على أحد البرامج التي قمنا بها في إسطنبول، وكان هذا البرنامج مقدم لمدرسة سوريين أو مدرسة بها لاجئين سوريين. لاحظوا كيف الأنشطة، الرسم الحر الذي يقوم به الأطفال بالتعبير عما بداخلهم، أنشطة الباراشوت من الأنشطة التي تساعد أيضا على التفريغ الحركي. تحدثنا عن الأنشطة الحركية، اللعب والنشاط الحركي كيف له دور في التفريغ الانفعالي. العلاج بالفن أو استخدام الرسم والألوان للتفريغ الانفعالي أيضا. الألعاب الحركية، ألعاب التي تساعد الأطفال على التحكم. لاحظوا خلال جلسات الدعم النفسي يراعى أن يكون الأطفال متقاربين ويكونون بشكل دائرة، من الأفضل أن يكونوا بشكل دائرة وأن يجلسون معا، هذا يساعد أكثر على زيادة الروابط بينهم التي تساعدهم أكثر على وصول المساندة. الطفل بطبيعته يحب اللعب والمرح، فحينما نترك لهم المساحة الآمنة أيضا الربط والتثبيت من خلال الجلسات. وبذلك نكون اليوم قد انتهينا من الحديث حول الدعم النفسي وأساسيات الدعم النفسي. بإذن الله مع هذه المحاضرة سأدرج لكم بعض المراجع التي قد تفيدكم بهذا المجال،
تبقى لتذكير هذه المحاضرات، هي لإلقاء الضوء لزيادة التثقيف في هذا المجال، وغير كافية وحدها دون التدريب العملي على الدعم النفسي لتمارسوا الدعم النفسي بعد ذلك. هذه المحاضرات تؤهلكم أن أو تعطيكم المعرفة التي تساعدكم على التمكن من الأساسيات، لكنكم بعدها بحاجة للتدريب، التدريب على مهارات الاسترخاء، مهارات الاستماع، مهارات الأنشطة التي ستقومون بها، تحتاجون إلى التدريب العملي فقط، وبإذن الله تصبحون نافعين لغيركم، داعمين بمجتمعاتكم. أما الدعم النفسي أو المساندة الاجتماعية فأيضا يعني يكفي أن تنتبهوا إلى أخطائكم بالاستماع، أن تتفهموا مشاعر من هو أمامكم لكي تصبحوا قادرين على تقديم الدعم العام في المجتمعات. وفقكم الله ونفع بكم بإذن الله. يتبقى لنا محاضرة واحدة حول الوقاية بإذن الله تبقى لنا محاضرة واحدة عن دعم الداعمين وكيف يستطيعون الحفاظ على أنفسهم كي لا ينتقل لهم التأثر أو الانفعالات السلبية من المدعومين. إلى اللقاء في المحاضرة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.